السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من وان اور نتوركينج. راح نتكلم في عدة يعني فيديوهات عن موضوع السيلولار نتوركس أو اللي هي يعني الاتصالات الخلوية. طبعا من أكثر الأشياء يعني حاليا يعني فيها موضوع احتكار بين الشركات اللي هي موضوع السيلولار نتوركس، بحيث انه كل شركة بتحاول تعمل تصميم كامل إلها يعني لشبكة الاتصالات، بحيث انك انت تشتري كل المعدات من نفس الشركة عشان يعني تقوم بأفضل عمل. الآن يعني بالنسبة للأشياء اللي درستها انت بالجامعة، بتلاحظ انه في أشياء كثيرة يعني انت بتدرسها بس ما بتعرف اصلا ليش هي او ليش درستها او وين مستخدمه او ليش احنا بندرسها، يعني امور مثلا ما عندك فكرة عنها او مش ما عندك فكرة عنها، درستها بس انه خلص عرفت انها موجودة بس وين تطبيقها ما عندك فكرة وين تطبيقها. يعني انت شايف هاي الشبكة اللي امامنا حاليا، هاي شبكة اتصالات بسيطة جدا، ما فيها اي يعني حتى ال يعني اوبريشن سنتر تبع الشبكة مش موجود يعني هون. فاحنا بس شايفين نتورك سب سيستم وشايفين البيس ستيشنز بالطرف هذا، وهون اللي هم نتورك سويتش سب سيستم، وهون بيس ستيشن سب سيستم. طبعا الاشياء يعني الانتناز اللي بتشوفها انت بالشارع اللي بتوزع الاشارة على الاجهزة الخلوية، يعني ما فيها اي نوع من الذكاء، يعني هي فعليا هاي الشبكات هي بس بتوزع اشارة وبتستهلك باور. طبعا ما في عندها غير بس خيارات اللي هي مثلا توزيع الإشارة، وين مكان الإشارة، المدى اللي بتوصل له الإشارة، شو هي الفريكوانسي اللي لازم تتوزع عليها الإشارة. فالتردد بيتم تحديده عن طريق البيس ستيشن كنترولر. كل بيس ستيشن كنترولر كمان عملية الانتقال من بيس ستيشن لبيس ستيشن بتتم عن طريق البيس ستيشن كنترولر. فبالنسبة للنتورك فبتقدر تتخيل انه البيس ستيشن يعني المحطة تبعت الاتصال اللي انت شايفها، الانتين اللي بتلاقيه بالشارع، بس بلتقط الاشارة وبرسل لك اشارة عشان ضلك متصل بالشبكة. لكن كل هاي العمليات بتتم يعني توزيع الاشارة، وين الانتين لازم يكون تركيز المدى تبع الاشارة، كلياته بيتم عن طريق الكنترولر. طبعا كمان في اشياء مثلا درستها زي سيجنال اند سيستمز، هاي الها بالالكترونيات. في عنا كمان اللي هي probability الاحتمالات، هاي كل هاي يعني اشياء خاصة بالالكترونيات، الكوميونيكيشن سيركتس، الالكترونيكس بشكل عام. يعني اغلب الدراسة اللي درسناها بالجامعة هي خاصة بالالكترونيات وبالتصنيع وبالنظريات تبعت التصنيع ونظريات تبعت شبكات الاتصالات والشبكات الكمبيوتر. فانت في النهاية يعني، لكن للأسف يعني انه يعني انت بتتخرج يعني في مجال التصنيع، في مجال يعني الافكار خلينا نحكي، لكن في الواقع العملي احنا بنعرف انه احنا ما بنصنع حاليا، احنا بس عبارة عن مستهلكين ومستخدمين. فانت لما تركز على مجال الالكترونيات، تصنيع الالكترونيات، لازم يكون عندنا مصانع الكترونيات، يعني لازم يكون في عندنا مراكز ابحاث للالكترونيات. طبعا في كمان اللي هي دي اس بي او اللي هي ديجيتال سيجنال بروسيسنج. الدي اس بي هي يعني هنا طبعا الدي اس بي هنا طبعا على فتحت على جوجل زي ما انتم شايفين هون، فكتبت دي اس بي سلوتس. دي اس بي سلوت طبعا عبارة عن زي قطعة الرام بالضبط،
ما يعني ما بيختلف بشكل كبير عن قطع الرام اللي انت بتشوفها في جهاز الكمبيوتر، بجوز هدول اوضح. طبعا هدول ايش بيعملوا هدول؟ بعكس الميموري، هدول عبارة عن مايكرو بروسيسورز، لكن هذول متخصصات بمجال تحليل وتقسيم الـ يعني الـ الكلام تبعنا والكومبريشن والديكومبر، يعني عملية الضغط وعملية فك الضغط تبع الكلام، و يعني الأمور هاي. طبعا هم يعني ثمنهم مرتفع على الآخر. طبعا في يعني مجموعة كبيرة من الصور الخاصة بهذول، ممكن تتفوت تفرج عليهم. من أشهر الناس اللي بيصنعوا يعني الدي اس بيز حاليا اللي هم جونيبر وسيسكو، وفي كمان اتش بي، و اتوقع كمان يعني دل في مجموعة من المصنعين. لكن يعني هذول دي اس بي خاصات بأنظمة الاتصالات. فأنت لما تحكي مثلا عن شركات مزودين بخدمات الـ يعني الاتصالات، سواء الفويس اوفر اي بي يعني الصوت عبر الشبكات الانترنت، او سواء اللي هي بابليك سويتشن او بلين اولد لا بابليك سويتشد تليفون نتوركس. طبعا يعني اللي الثورة الجديدة انهم حكوا انه احنا في عنا تطور كبير في مجال البروسيسورز، السي بي يو بروسيسورز يعني بالنسبة لجهازك. ففكروا طبعا، بدأ موضوع او بدأ مشروع بسيط جدا لمعالجة الصوت عبر يعني السي بي يو الخاص بجهازك. طبعا اسم هذا المشروع هو استرسك. استرسك يعني هي الفكرة، او اللي هي، او مش بدناش نحكي الفكرة، بدنا نحكي اللي هو الاسترسك، اللي هو نظام الاتصال. زي ما انت عندك في بالويب سيرفر، في عنا الاباتشي. الاباتشي هو الانجن تبع الويب سيرفر، لكن انت ما بتتفرج على الاباتشي، انت بتتفرج على صفحات الاتش دي ام ال والاجاكس والاشياء هاي. يعني انت بتتفرج على الكونتنت بس، ما الك دخل. زي السيارة، انت ما بتركب بالسيارة وبتسوق السيارة، لكن انت المحرك تبع السيارة ما بتهتمش فيه. يعني ما حدا راح يروح على سيارتك يتفرج على المحرك اول اشي. الناس عايش بتتفرج على لون السيارة، بتتفرج على مثلا راحة السيارة، مقاعدها والامور هاي. طبعا ديجيوم هي الاسترس كومباني، هي مشروعها الأساسي هو أسترسك. ديجيوم هي الشركة اللي أنتجت هاي، ويعني لحسن الحظ إنها عملته أوبن سورس، يعني فري سوفت وير، فأنت بتقدر تحصل عليه. وأنا هنا يعني حاليا أنا على اللي هو الأسترسك، أو اللي هو نظام الاتصال. يعني هاي عبارة عن سيرفر موجود عندي داخل المنزل. طبعا هون يعني ما في يعني ما مش ما يعني ما في عدد كبير، فانا حكيت له شو سب بيرز. فاحنا شايفين انه بس واحد هو العامل ريجستريشن او اللي متصل، يعني بس تليفون واحد اللي متصل. في عندي هنا ايفون، تقدر طبعا تضيف يعني ب ب يعني بالحجم اللي انت بدك اياه. يعني بتقدر تضيف عدد كبير، طبعا كل ما ضفت عدد اكبر من ال يعني لو شو اورجيكو هون، هاي مثلا انا ريجسترت، بس خليني نفتح هاي. مثلا انا بس هون مش ضايف شيء يعني تقريبا، لانه ما في اصلا حدا اتصل فيه، لانه هو فقط يعني جهاز واحد يعني اللي ضايفه حاليا على الشبكة. بتقدر تضيف يعني أجهزة أخرى، لكن حاليا ما في غير جهاز واحد. راح أحاول أضيف جهاز ثاني، بس يبدو إنه يعني أنا مش مستعد لهاي.
أتوقع يعني إنه ما في مشكلة، يعني فيديوهات قادمة يعني راح أضيف أجهزة ونتفرج عليها، لكن الموضوع الجميل اللي حاليا راح أورجيكم إياه اللي هو موضوع يعني كيف إحنا ممكن نعمل شبكة مثل الشبكة اللي هون. طبعا هاي بالنسبة للشركة اللي هي ديجيوم، لكن بتقدر هون برودكتس ديجيوم، في هون استرسك بيلد وذ استرسك. طبعا الاسترسك بتاخذ الانجن هذا اللي هو المحرك تبع او السيرفر او ال اي بي فون مثلا، هاي وذ استرسك. ف او خلينا نروح على استرسك مثلا سوفت وير. فانت شايف هاي، طبعا هاي بتضيفها على جهازك، بتقدر تضيف يعني تضيف اي نوع من اجهزة التليفون القديمة، يعني حتى يعني الاجهزة القديمة قديمة على الاخر بتقدر تضيفها، وهي بتم يعني معالجة البيانات عن طريق الاسترسك. طبعا هاي لو اجيت على استرسك حكيت له مثلا بدي اعرف عن استرسك اكثر، هاي بتقدر تعمل له داونلود، بتقدر تاخذ على الكوميونتي تشوف الاشياء اللي فيه. طبعا مش راح نكمل على هذا الموضوع. بتقدر تفوت كمان على الويكيبيديا وتشوف تليكوميونيكيشن سيستمز، طبعا بحكي لك عن كل شيء موجود فيها. في كمان هاي الاوبريشن سبورت سيستمز، هذا موضوع كثير مهم، بتدخلوا عليه تفرجوا عليه. في كمان يعني تقدر كيف ممكن انك تبني شبكة او مثل شبكات الاتصالات هاي. لو يعني غيرنا الفكرة، ما احنا مش هالموضوع موضوع انه البيس ستيشن هي عبارة عن وايرلس انتنا، يعني انتين بيبعث اتصال لاسلكي. فلو شلناه وحطينا مكانه واي فاي، وايرلس اكسس بوينت، وايرلس اكسس بوينت يعني اي مثلا يو اس بي واي فاي، واي فاي اللي هي يعني وايرلس، ووصلناها بجهاز معين والجهاز كان راوتر، يعني صار الراوتر له وايرلس، بوزع وايرلس. فهيك انت بتكون انشأت بيس ستيشن سب سيستم. هاي نقطة أولى، هاي يعني انت هيك عملت بيس ستيشن سب سيستم زي الشركات الكبيرة، لكن بكفاءة قليلة أو بكفاءة بسيطة. الآن بيس ستيشن سب سيستم بتوصله على نتورك سب سيستم. كيف بدك توصله على نتورك سب سيستم؟ هذا عبارة عن سويتش، يعني وصل الراوتر اللي له وايرلس اكسس بوينت على سويتش، فانت هيك صار عندك نتورك سب سيستم. اذا كان عندك وايرلس ثاني، وايرلس راوتر ثاني وصله، بصير عندك تو بيس ستيشن، او اذا كان عندك اكثر من وايرلس لان كنترولر، يعني بتقدر تحط انت مجموعة كبيرة من الوايرلس اكسس بوينت، بصير عندك بيس ستيشن سب سيستم. وكلهم لما توصلهم او يكون عندك مثلا جهاز رئيسي إله أكثر من وايرلس أكسس بوينت، فأنت هيك بيس ستيشن كنترولر. البيس ستيشن كنترولر بتوصله يعني أكثر من بيس ستيشن كنترولر بتوصلهم على سويتش، بصير عندك نتورك سب سيستم. الآن النتورك سب سيستم بتوصله بالداتا بيس تبعتك، بتوصله بأنظمة الفويس أوفر أي بي، أنظمة الاتصال، بتوصله بالفواتير بيلينج سيستم، بتوصله بالجيت واي موبايل سويتشنج كنترولر. الجيت واي هو المسؤول عن توصيل كل شبكتك هاي اللي انت انشأتها بنظام اخر. طبعا هاي مقدمة بسيطة جدا جدا جدا.
طبعا كيف ممكن يكون البيس يعني موبايلك موبايلينج سويتشنج كنترولر؟ ممكن ان ناخذ هذا نظام اللي هو من سيسكو الوايرلس لان كنترولر. فالوايرلس لان كنترولر الوايرلس لان كنترولر زي ما انتم شايفين هنا عبارة عن يعني نظام معين موصول فيه اكسس بوينتس. الاكسس بوينت ممكن يكون يا اب يا داون، بتقدر تفرج على الديتيل اذا بدك بعطيك كل الهاي، بس ما في عندي اصلا ولا اكسس بوينت خاصة بشركة سيسكو. احنا رح نبني وايرلس اكسس بوينت بالفيديوهات القادمة. يفضل انك يعني تلقي نظرة على نظام الاتصال، في مثلا اشياء ملخصات عن نظام الاتصال، مش ما ما يعني ما تعقد حالك، بس اعرف شو وظيفة كل شيء موجود بنظام الاتصال. هذا راح يساعدك يعني بالفيديوهات القادمة. شكرا لاستماعك والسلام عليكم ورحمة الله.